بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مره تانية. شفنا الفيديو اللي فات السكيونس، وشفنا ازاي قدرنا نستخدمها كميجر في السيمتريه بتاع الديستريبيوشن. لو السكيونس بيبقى الصفر فمعنى كده ان الديستريبيوشن بتاعي سيمتريك، لو بوزيتيف فمعناه ان في سكيو ناحيه الرايت او ناحيه البوزيتيف دايركشن، اما لو كان نيجاتيف فيبقى فيه برضو سكيو ناحيه الليفت او النيجاتيف دايركشن. ودي شكل الفريكوانسيز بيبقى عامل شكل كده، ودي الديستريبيوشن المناظر ليها يعني. وخلي بالك بقى، هنا انا جايب لكم كمان البوكس بلوت برضو عشان نشوف شكل البوكس بلوت بيبقى عامل ازاي. خلي بالك الفريكوانسيز في النص بتبقى كتيره، فمعنى كده ان معظم الداتا متركزه في الجزء اللي في النص ده. يعني شوف 50% متركزين في حته صغيره جدا، لكن 25% هنا الباقيين متركزين في حته كبيره وهنا في حته كبيره، وده النورمال ديستريبيوشن. خلي بالك لما بيبقى فيه سكيونس معناها ان 75% من الداتا هتلاقيها متمركزه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال على حسب السكيو نوع ايه. لو كان ليفت سكيو كان عندك ليفت سكيود، فهتلاقيها معظم الداتا 75% متركزه ناحيه اليمين والتيل متجه ناحيه الشمال. فشفت يعني داتا كتير جدا، او الرينج هنا كبير جدا لكن في داتا قليله، لكن هنا معظم الداتا متركزه في الحته دي، وهنا نفس الموضوع معظم الداتا متركزه في الحته دي، والجزء ده فيه شويه داتا صغيرين قوي. فدي برضك يعني عشان كده حبيت اجيب لكم البوكس بلوت عشان تشوفوها من ناحيه البوكس بلوت برضك بيبقى شكلها عامل ازاي. النهارده بقى ان شاء الله عايزين نتكلم على ميجر جديد. الميجر ده بنستخدمه علشان نقيس التيلدنس بتاع الديستريبيوشن بتاعي. الميجر ده طبعا هو الكورتسز، والميجر ده بقدر استخدمه عشان اقارن مجموعه من الديستريبيوشنز بتكون ليها نفس الستاندرد ديفيشن او ليها نفس السبريد، يعني منتشرين في نفس الرينج لكن البيك مختلف، او بمعنى اصح كمان التيل كمان مختلف. يعني البيك اللي هي القمة، شوف هنا هتلاقي في واحدة أعلى من التانية وواحدة أقل من النورمال ديستريبيوشن، ونفس وده بيتسبب طالما يعني نفس الستاندرد ديفيشن هتلاقيه بيتسبب إن التيل بيبقى فات أو ثين. التيل بيبقى فات، يعني بص الأخضر دي هي النورمال ديستريبيوشن، ده الديستريبيوشن العادي اللي احنا متعودين عليه. لو حصل مثلا ان في كورتسز بقيمتها عالية، دي معناها ان البيك بيطلع لفوق، ويعني المسافة ما بين التيل والهوريزونتال لاين بتقل. يعني بدل ما كانت المسافة دي بقت المسافة الصغيرة دي عشان يخلي البيك يعلى. يعني معناها ايه؟ معناها الفريكوانسيز هنا زادت على حساب الفريكوانسيز اللي موجودة ناحية التيل، فده معنى الكلام. والعكس يعني ممكن التيل يبقى فات، يبقى فات يعني يبقى كبير، معناه ايه؟ الفريكوانسيز ناحية التيل زادت على حساب الفريكوانسيز اللي موجودة في النص، فده معنى الكورتسز. بنقيسها عشان بنستخدمها عشان نشوف التيلدنس، هل الداتا اللي موجودة على الأطراف فيها فريكوانسيز عالية ولا لأ. لو فيها فريكوانسيز عالية معناها ان التيل فات، اما لو الفريكوانسيز ناحية التيل قليلة فمعناها ان التيل ثين رفيع يعني. خلاص، فدي كده بالنسبة للتيلدنس، يعني ما فيهاش حاجة أكتر من كده. لما بيكون النورمال ديستريبيوشن، النورمال ديستريبيوشن خلي بالك بنسميها ميسوكورتيك. ميسوكورتيك يعني ده الكورتسيز العادي، يعني ده النورمال بتاعنا. لكن لما الفريكونسيز تزيد في النص على حساب التيلز بنسميها ليبتوكورتيك. اما لو كان العكس بتزيد بتقل هنا اسف في التيل على حساب النص، انما هنا بتزيد في التيل على حساب النص، يعني النص بيقل والتيل هو اللي بيزيد، بنسميها بليتي كورتيك. ده كده بالنسبه لانواع الكورتيز اللي موجوده عندنا. وعشان نحسبها نفس الموضوع بتاع السكيونز بالظبط، فيها اكتر من طريقه بس كلهم معتمدين على الفورس مومنت، ان احنا نرفع لاس 4 يعني. والحقيقه احسن يعني احسن ايه احسن مقال لقيته بيتكلم في الموضوع ده هو المقال بتاع University of California. و University of California ده طبعا دي جامعة لوس انجلوس، هي جامعة تقيلة طبعا الـ30 على العالم، وده اللينك بتاعها. طبعا ده السبدومين بتاع القسم بتاع الستاتستكس، فحاولوا برضو تدخلوا على الجامعات الكبيرة دي
وتقروا المقالات اللي فيها بتبقى مفيدة جدا. وعشان نحسب الموضوع ده هم بدأوا بس يحطوا لنا شوية variables جديدة عشان يقللوا القوانين، يعني مش مشكلة بالنسبة لنا قوي، اللي هي مثلا S2. S2 دي اللي هي sum of squared deviation، اللي هو الديفيشن اللي هو الفرق ما بين كل نقطة والمين، وعمل له square واجمع ده الديفيشن بس عملت له square. وإس 4 اللي هي أس 4، يعني أس 2 أس 2 وإس 4 أس 4. وكمان عمل بقى المومنتس M2 اللي هي السكند مومنت، اللي هو السكوير ديفيشن، سام اوف سكوير ديفيشن على مجموعهم اللي هو الفارينس يعني. و M2 M4 اللي هي اس اس 4 اللي هي دي على مجموعهم خلاص. والفارينس طبعا اللي هي S2 على N ناقص 1 بدل N، لان احنا بنبقى شغالين سامبل. ده كده بالنسبة للاتنين دول. وهنا بقى التلاتة فورميلا اللي بنستخدمها عشان نحسب الكورسز. الطريقة الأولى ودي المنتشرة أوي في معظم الكتب، اللي هي M4 على M2 سكوير ناقص 3 خلاص. في الحالة دي بيكون ال distribution النورمال الكورتسز بتاعته بصفر خلاص. هنا بقى يعني شال ناقص 3، فشال ناقص 3 يعني دي بالظبط كده ان الريفرنس بتاعك النورمال ديستريبيوشن هيكون الكورتسز بتاعه 3 فوق، يبقى طبعا انحرف عن النورمال ديستريبيوشن، وتحت برضو مش متبع النورمال ديستريبيوشن بشكل كامل، لا في تغيرات في الفريكوانسيز على حساب بعض، في النص على حساب التيل يعني. الطريقة الثالثة هي دي، ودي بتستخدم في التولز اللي قدامكم دي من البرامج، وده القانون بتاعها، وده قريب قوي من القانون بتاع السكيونس اللي احنا استخدمناه المرة اللي فاتت، اللي هو بيضرب في ان، كانت ان على ان ناقص 1 في ان ناقص 2، هنا بزود في البسط ان زائد 1 والمقام ان ناقص 3، ولها طبعا اثباتات. بس انا زي ما قلت لكم الموضوع ده بيبقى الاستاتيشنز ما بنشغلش نفسنا احنا بيه قوي. هنا بس اللي عايز اركز عليه هو الكورتسز القيم بتبقى عاملة ازاي لو احنا استخدمنا الطريقة الاولى اللي هو الريفرنس بتاعه بصفر. فخلي بالك النورمال ديستريبيوشن اللي هو ده بيبقى الكورتسز بصفر، لكن لو الكورتسز اكبر من الصفر معناه ان في الفريكوانسز في النص زادت على حساب الفريكوانسز اللي في التيل، انما لو الكورتسز اقل من الصفر معناها ان الفريكوانسز اللي في النص قلت على حساب انها زادت في التيل. انما هنا نفس الموضوع، بس الريفرنس بدل ما صفر هيبقى ريفرنس 3 اللي هو استخدمنا القانون ده. فعلى حسب القانون اللي انت بتستخدمه بيقول لك الريفرنس بتاعك 3 للنورمال ولا 0 للنورمال. وده اللي يهمني يعني، السلايد دي بالذات هي اللي تهمني قوي، مش السلايدز اللي فاتوا بتوع القوانين. انا عايزك بس تبقى عارف ان الكورتسز معناها ان انت النورمال ديستريبيوشن بتاعك الكورتس بتاعها بصفر او بتلاتة على حسب القانون اللي انت بتستخدمه، وان ممكن تكون الداتا مش متبعه النورمال ديستريبيوشن قوي، وبيبقى فيه فريكوانسز متغيره في النص على حساب التيل سواء بالزياده او بالنقصان، وبيبقى يكون بالعكس طبعا، يعني لو زادت في النص تقل في التيل، اما لو قلت في النص بتزيد في التيل. وده الكورتسز. اتمنى الكونسبت بتاعه يكون واضح، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.